ما ينفع احنا عاد جا صامنا ثاني وثالث صامنا خلص نيو بروجكت بسم الله يعطيك اربع خيارات سبيس وبلين وفلور هذا عشان الجريدز سبيس معناته فري دايمنشن هو الشيء العام سبيس البلين بيعطيك شيء تو دايمنشن الفلور للعقدية والقص للقص اللي يوصل بس شو بصمم الاساس الاساس هي سد بلوك خاص صمم اساسي بلوك يعني كثير منيح هل بناخذ انه راح ناخذ سبيس كامل 100 متر بقول له نكست بقول لك فاي موجود بقول له بيج او بسميه اسم كامل 100 متر بضيف لك كيف بسمي البيمز معناته عندها مش صور بيم هاد بيم معناته عندها مش صور هذه الليزر عادة هذه كلها هذه بسموها بريكيوم هذه اللي بنستخدموها عشان العادة بنستخدموها يلا الأبحاث يلا الناس اللي استرشاف هذه السلوك صحيح نستخدمها شو الأبحاث شو ال ما هاد مش فيه ليميت احنا بس كانت مربعة هيك في عنا الجسر في عنا طول هذه اللي بسموها السلوك سموها هي تريك سولد بنسميها سولد بيستخدموها للسولد اذا بده يصعب بتخلي مش عارف كيف بده ماسك بده قطعه كبيره يعني بستخدم هذا القطعه هذا بسميها سولد بستخدمها صحيح وصلت معي وإحنا في عندنا البليت كاري كاري في السيف بسميها شيل وهون بسميها بليت نفس المعنى في عندي البيم هذا البيم اللي عندي ولا مش صور بسميها بيم مش اسم معناها هذه معناها بيم هذه بليت إليمنت أو شيل إليمنت وهذه هي السوليد رمز فرشرة وزر هذا بيعطيك لك أشكال جاهزة كيف أول تقول السيت في أشكال جاهزة نفس الشيء هو من ستاد إديتور هذا بعرفك عليه شو من ستاد إديتور لما طلع الأخطاء بصير تستخدمه اللي هو من ستاد إديتور خلينا نضيف احنا نضيف السر يعطيك الجريد هذا هو الجريد طبعا كيف تشغل القطف الجريد؟ هذا هو الشباب كان ضغط فيه رجع تقدر ترجع من الجيومتري سناب في بيعطيك اكثر من شغل عين اول ما تفوت بيعطيك جريد انت ليش اعطاني جريد للبي؟ ليش؟ انا قلت له بدي ارسم بي قلت كيف بقى انطفي حتى ارجعها مثلا قلت له جيومتري سناب اذا قلت له بيم بصير ارسم لي صوره بس ها شو بدي اطرح هون مش صوره مش صوره واحده هو نفس المعنى شو قال لي هون سناب نوت بيم لا احولها مثلا هي جيومتري سناب مثلا بليت اذا بدي ارسم ايش عداد شو اكتب لي هون نوت نوت بليت وهكذا هلا ارجع على جيومتري سناب بيم انا بدي ارسم جسم بالنسبه للجيمس في منظم في ريجولار غير منظم انا عندي الشكل غير منظم بقدر اشغل يعني هل يعني في اكثر من طريقه للرسم يعني بينفع انا اجي ارسم هون 5 5 5 15 هاي 5 هي 5 بدي ازيد لي جريد واقول له ريت هذا الجريد بكفي مثلا ازيده وبزيده معناها زائد اكس قديش بدي ازيده نوت في خاصية هيدا نحطها دايمنشن يعطيني دايمنشن في خاصية تشوفوا على شغلات هذا الأمر بعلم النوت شو هذا اسمها نوت بعلم النوت هذا الأمر بعلم هذا بعلم الجسر بعلم الجسر مرات بعلم النقطة مرات بعلم الجسر في موف للجسر في موف للنوت إذا سويت موف للنوت بده يستطيل الجسر يعني لو جيت قلت هذه موف موف وقلت له رايت كليك طبعا قلت له قولي يا خمس مثلا هي مثلا يعني قلت له اوكي لتصير خمسة ونص مثلا يعني رايت كليك كليك رايت عليك لو جيت هدول موضوعاتهم هدول مش شيء لو جيت لهذه لاخر تو نقط سويت لها موف قديش لما تسمي موف لاخر ثلاث نقط ويفوت
اخر نقط هذا هو حيال الصندوق الطبيعة الطبيعة الثانية هي أصدام صح الجسر على النوع أصدام صح النوت هي النوت أصدام صح النوت بروح الجسر أصلا هذا معلم الجسر ما أصدام صح من كلهم ديليت عادي ديليت عادي من شيء عادي لا بيع صنعهم الطبيعة الثانية سناب نوت بيم أريد أقول له كريت بقول في عندك كلمة أول شيء لازم تسميه مين هذا الريجي بقى؟ واللي يدخل المسافات زي العقيرة اللي بتصير الشباب قديش 5 5 بوينت 4 5 بوينت اتجاه الواي بقول له مثلا 2 2 قد ما بدي يعني الواي 2 2 اللي تسميه اللي بدي اسميه ليه؟ بدي بقول له اوكي شوف المسافات اللي صارت زي ما هم مطلوبين يعني اصلا كيف بتعرف انه رسم صح ولا لا؟ ديسبلاي بيرنج 5.4 يعني طريقتين لرسم يا اما انا بسوي موتر نوت يا اما انا برسم رجل بالعرض واضح؟ قلت لو قال لي لو كان فريم لو كان فريم هيك انا شو قلت له الواي هي انا عندي لو بدي ارسم فريم مثلا انا شو قلت له هون بالجريد قلت له 5 قلت له 5 بوينت 4 5 بوينت 2 لو كان عندي المفروض ارسم هذا يعني 3 بوينت 6 3 بوينت 8 3 بدل ما اعطيه 2 2 2 صار شو اعطيه 3 بوينت 6 3 بوينت 8 صار شوف المسافات باتجاه الواي ثابت لان انا مش محتاج الدم والله لو حبيت ارسم الفريم ارسم بهذه الطريقه اللي عم بقول لك سيف ولا يس هي ما بدي ارسم صار لي ارسم لك مثلا لو كان عندي فريم بصير بس اوصل البنات وبدي ارسم ديسبلاي بعدين بسوي له جوجل وبتصير كل شيء بعمل معاه مش صار واضح في حدا عنده سؤال خلصنا اول شيء الرسم بدي اجي على الجيومتريك انا جسر عادي هاي بس صور بس عندي انه بس الاستاد الاول اوائل البرامج يعني بس مش البرامج ما بروحش عليه كثير مع انه من اول البرامج طلعت تفاصيل واكثر برنامج كان مستخدم بعدين خلص وجماعه الساب وجماعه الساب طيب في عندي هذه اللوحه هذا اسمها بروبرتي فيلج هذا اسمها سبورت فيلج هذول اهم شيء من الاستاذ شو اسم اول وحده هذه للسكشن سكشنز هذه لا سبورت هذا اذا بدي اسوي هنج هذا اذا زي ريليز هذه زي ريليز وهذه صفحه اللوك هذول اكثر شيء بنتعامل معاه خليني اعرف المقطع بضغط على ايش؟ بروبرتي فيلج وقال له ديفاين قول لي شو بدك قول له العرض الارتفاع من الابداع ارتفاع كم؟ 25 والعرض بالذات شوف هي رسمنا في الواي بالذات العرض بالذات في الواي كويس هي بقول له ايه هذا تعريف فقط هي بتقول له عرف لي اياهم واحد واحد في اساين تو يعني ممكن انه امسك عرض بس كان اكثر من جسر بعرف هيك اضغط واصير اول اصلا او اذا كلهم نفس الشيء بدي اقول له كلهم نفس الشيء اصلا كبير تخيل
هاي خلصنا العدد، نجي على الصبورت. عندي مجموعة من الصبورت، هاي صفحة الصبورت. بقول له كرييت. في مجموعة ممكن ناخذ جزء منها. بقول له بين صبورت اد. نفس الشيء شو بقول له؟ اساين تو فيو. ليش اساين تو فيو؟ كلهم بين صبورت. هاي خلصنا الصبورت. ضل عليه صفحة اللود. هاي بصفحة اللود، بابا صفحة اللود. بقول له نيو. بقول له نوت كيس. بقول له في عندي انا جبت انتر. في عندي واي انتر. اطلعوا هون. انتر واي. كويس. كمان مرة. عيب. 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 أول خطوة نيو. بروح على نوت كيس. هاي بيت انت. هاي كويس. وين بتظهروا؟ بتظهروا. والله هيك. إذا بدي ديستربيوت اللود اسمه من برا اللود. هاي الأربعين. بس شو بدي اقول جلوبال هي جلوبال هذا يسموه جلوبال كوردينيت سيستم شو يسموه؟ جلوبال كوردينيت سيستم بقول له جلوبال معناته ناقص هذا جلوبال لانه لفوق انا بدي اللود لتحت هي هي مضبوط لقيت شو؟ اعطاني اياه حبيت اغيره حطه عليه مرتين بس بدي اغيره كمان مره جد انتبهوا على جد بجي على خلص ما بطلع على الماي كمان مرة في الماي هات من برلود هاي ناقص قديش من 20 هاي ناقص هاي كويس هو مين بسلط بصير اسلط على كل سبان لحاله او اساين تو فيو بما انه متناظر هي بتقول له بقول له اساين تو فيو بدي اظهره هذا بظهر في سبيل صح في سكيل هي سكيل على شو هو ديستريبيوتد لود وين ديستريبيوتد فورس هذا ديستريبيوتد فورس والله الله انه جت لي يس كويس هذا هذا هي الاستراكشر على الليبل لازم نضيف اللود والله الله هي 40 هذا زي صح هذه كيف بدنا نستيف عندنا صح هون هي سيمبل اند ليبلز هيك بجع هاي اساين تو فيو هاي طلع عندي لود كيس ثاني رح اقول له نيو بلاش لود كيس نوت ايتم نوت كيس بقول له على الكومبينيشن بقول له كومبينيشن واحد بس بدي اول ما اطلع هيك نوت كيس كومبينيشن كل شيء كومبينيشن بقول له 1.2 1.6 مرة هي سوى كومبينيشن سوى كل شيء. فهيك بدي اسوي ران. من نيو وكومبينيشن. او اد كومبينيشن نفس الشيء. نيو نيو في كومبينيشن هون على الويب كيس. طيب هلا بدي اجي على الاناليسيس الخطوه المهمه. بقول له بير فورم اناليسيس. هذا عشان تظهر النتائج. Analysis هي Commands Analysis Perform Analysis All خلص بعد Analysis هيك خلصت طبعا. لازم ننتظر النتائج.
كان دي شخص همو الموديلين وستيب بوست بروسسين مش عارف دي بطلع بوست بروسسين واللي هدو الكمبيوتيشن اللي لك وقال له اوكي قال ان دي بنز معلومات لازم يشوف فيها فاجي بقول له فيو اول شيء هذا العزم شو بدي اقول له؟ بدي اكبره مثلا من هون من السيمبلز من السيمبلز اكبره شو هذا اسمه؟ اسمه مومنت من زد هذا اسمه بس بدي اكبره بظلمه هذا اوكي؟ بعد بجي الريزلت فيو الريزلت بدي اظهر المثال اقول له الماكسيموم اعطيني الماكسيموم بدي اعطيني الماكسيموم كويس اذا بدي لكل جسر اعرف ما بقدر بس بضغط عليه مرتين هيك بقول له شير انت هي الشير هي كويس بعتقد انهم بكتبين اذا بدك شير هذا الشير اسمه الفون لا عادي ما كل بقدر اشوفه من التلفون شو بدك تبين؟ Thank you.